جاءت اليوم تحت عنوان الشغل بالجاز خليني اشتغل. استهل البوني زاويته بالقول وهو يقول دور بين البلد ده، أغنية دور بين البلد ده تعكس النقلة الكبيرة التي أحدثها الجازولين في الحياة السودانية. فقبل الجازولين كانت القطارات والبواخر ومحطات توليد الكهرباء والمصانع والحفارات الضخمة تعمل بالفحم الحجري، وبمجرد دخول ماكينات الديزل أي الجازولين على تلك الآليات الثقيلة تضاعفت سرعتها أضعافا مضاعفة، فأحدثت هزة عنيفة للاقتصاد التقليدي ونقلت أجزاء واسعة من السودان من الاقتصاد الكفائي التقليدي إلى الاقتصاد الحديث. يقول الكاتب: ونحن في سياق حديثنا عن أهمية الجازولين فقد عايشنا السنوات الثلاث أو الأربع الأخيرة أزمة الوقود الطاحنة، ورأينا كيف تراجعت عجلة الإنتاج إلى أن كادت تلامس الصفر، وبالتالي كيف تدهور الجنيه السوداني إلى أن كاد يصل مرحلة التلاشي، وكيف تصاعدت قيمة المحروقات في السوق السوداء، وما أدى إليه ذلك من فساد أخلاقي وأزمة سياسية، وتكسلت كل أوجه الحياة في البلاد لدرجة الرجوع إلى رقصة الرقبة كما فعل ود الجقر. ويستمر البوني وهو يقول: الآن مارست الحكومة السودانية العلاج بالكي لمعالجة أمر المحروقات، إذ حررت سعرها في وقت تدنت فيه قيمة الجنيه السوداني، فوصل ثمن لتر أو بالأحرى جالون المحروقات أرقاما فلكية جعلت الجميع في حالة دهشة لم يفيقوا منها حتى الآن. ولكن مع كل ذلك، توفر الجازولين في الأسبوع الماضي بأسعاره الفلكية الجديدة، فبدأت الحياة تدب في جسد الاقتصاد السوداني المسجع. يقول: وكان سعر برميل الجازولين في السوق السوداء وهي السوق السائدة 75,000، والآن بالسعر الرسمي 57,000، فعلى طريقة حنانيك بعض الشر أو هن من بعض أو هو أوهن من بعض. سعيد بعض أصحاب المشاريع الزراعية والصناعية الصغيرة بهذه الوفرة المكلفة. ختم البوني زاويته بالقول: أفضل ما فعلته وزارة المالية في هذه الجراحة التي كانت بدون بنج وأنها لم تضع سعرين للجازولين، وإلا لكانت أدخلت الاقتصاد السوداني في وعثة جديدة.